محمود، هذه انا الاحظها يعني عند المتحدثين ما شاء الله، خاصه في السيره يستطرد واجد. هل استطراد محمود ولا هو من فيض يعني ما عنده يعني من الثقافه وعلم؟ اغلب المتخصصين لديهم ماده علميه مخزنه اوتوماتيك، فلما ياتي موضوع يستحضر اغلب الاشياء اللي عنده، لكن هل الوقت يسمح والاشخاص والمكان والمناسبة هل تسمح ولا لا؟ ولذلك علي بن أبي طالب يقول: حدث الناس ما رمقتك أعينهم، ولا تكثر بعض الأحيان على الناس حتى يكون فيه تغيير تموج، تخرج من مشهد من السيرة إلى قصة إلى قصيدة، حتى يكون المجلس متنوع، وحتى الناس، لأن ليس كل الناس يحبون أن يسمعون لشخص واحد. صحيح، ممكن في ناس يبون أبو فيصل يحبونه. صحيح. وكل ما نقز أحمد الحارثي يهرج قال: سكتوه هذا يا جماعة الخير، نبي نسمع القصيد. فالناس ما هم يحبون مشاربهم تختلف. صحيح. فلما يكون هناك تنوع في المجلس يكون هناك فائدة من المجلس أكثر. لا فضلك، ما شاء الله عليك دكتور، صراحة الله يتقبل منك. ما هو عن كلمة معلوماتك، ولكنك أنت باقي متقن لهذا